وعندما أقول يا شباب، وهذه مسألة انتبهوا لها وهي لها علاقة بالوسطية التي أشار إليها الدكتور، عندما أقول يا شباب اختلف العلماء اختلافاً معتبراً، يعني كلا الرأيين صحيح. إزاي رأيين مختلفين وصحيح؟ لأنها ليست آراء في العقيدة، في أصول العقيدة، هي آراء في الاجتهادات الفقهية. يعني إيش آراء في الاجتهادات الفقهية؟ يعني هناك نصوص في الكتاب والسنة قطعية الدلالة. تعرف يعني إيش قطعية الدلالة؟ يعني الكلام اللي فيها ما يحتمل معنيين، أبيض وأسود. في نصوص كذا مثل إيش؟ ولا تقربوا الفاحشة إنها، والآية الأخرى الخمر، والآية الثالثة والرابعة والخامس الصلوات الخمس، في أحاديث قاطعة لا تقبل أكثر من معنى في عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه يسمونها قطعية الدلالة، يعني المعنى اللي فيها لا يحتمل أكثر من فهم. وهناك آيات في القرآن الكريم قطعية الثبوت ثابتة لكنها ظنية الدلالة. يعني إيش ظنية الدلالة؟ يعني الآية تحتمل معنى وآخر، والحديث يحتمل معنى وآخر، وهذه الحكمة إلهية. يعني إيه حكمة إلهية؟ الكلام يحتمل معنيين، يعني التوسيع على الناس. سيدنا أحمد بن حنبل الإمام الكبير، لا أنا بسمع لك اللي أنت عاوز تقوله، بس بعطيك هذه، خلو عند المكبر الصور لسه هو ما كمل، من فضلك يا دكتور. أيها بس في بخلص العبارة دي وبسمعك. الإمام أحمد بن حنبل جاءه أحد الأئمة الكبار العلماء في عصره، تعرفون الإمام أحمد بن حنبل الإمام الكبير، جاء إليه بكتاب جمع فيه اختلاف الفقهاء، آراء الفقهاء، من الفقهاء من قال كذا ومنهم من قال كذا، زي سؤال حضرتك يجوز لا يجوز. فلما رأى الآراء أعجبته تعدد آراء الفقهاء الإمام أحمد بن حنبل، قال له ماذا أسميت الكتاب؟ قال أسميته كتاب الخلاف، لأني نقلت فيه خلاف الفقهاء. قال هلا أسميته كتاب السعة؟ كتاب إيش؟ السعة، لأن هذا النوع من الاختلاف هو السعة. بعض المشكلة أنه ظهر في عصرنا إيش ما يسمي بفقه الدليل، وهذا غش كبير للأسف، مارسه من غير أن يقصد كثير من طلبة العلم أو المنسوبين إلى العلم. لما يقول لك أنا عندي الدليل والدليل كذا وكذا، طيب أنت اللي سمعت الدليل تعرف تستنبط من الدليل؟ تعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ تعرف الدلالة الموجودة؟ تعرف جمع الدليل إلى الدليل الآخر؟ هل قرأت بقية الآيات والأحاديث التي في الباب؟ لا يجوز الاستنباط من آية واحدة أو حديث واحد دون الإحاطة بآيات الباب النظر فيها. هل تمتلك أدوات التمييز في الدليل ولا جاب لك حديث وانتهت المسألة؟ فهذه أوهمت الناس أن هناك الترجيح، بمعنى صحيح مالك قال كذا وأبو حنيفة قال كذا وأحمد، لكن الدليل عند فلان. طيب ومالك وأبو حنيفة وأحمد ما عندهم دليل؟ ما يعرفون الدليل؟ يعرفون الدليل، هي اختلافات إيش؟ اختلافات سعة واختلافات معتبرة في الشريعة.